يونس بتقول امرأة مجهولة تصلي على البلكونة، طفل مصري أباه أذن للصلاة، ثم أذن الطفل وقال كل عام والأمة الإسلامية بألف خير، عزباء 27 سنة، لست مصري. الله الله الله، انتي جميلة، انتي جميلة، رؤية حلوة لمصر. رؤية عامة اهيت يا جماعة، يلا هقراها لكم تاني. يونس بتقول امرأة مجهولة تصلي على البلكونة. الصلاة على البلكونة هنا ده جزء خاص بالرائية، فده معناه انك انت بسم الله ما شاء الله امر ما ربنا هينجيكي منه بالدعاء الكثير مع الله سبحانه وتعالى. النجاة جاية في صورة حاجات كتيرة جدا، لو وقع عليك ظلم او قيل او قال او الحاجات دي كلها، في قول شهادة او قول حق هيتقال في حقك، وانك انت بسم الله ما شاء الله ربنا هيعديكي من محنة. الجزء الثاني من المنام، طفل مصري أباه أذن للصلاة، ثم أذن الطفل وقال كل عام والأمة الإسلامية بألف خير. دي رؤية فيها نصرة للإسلام. طبعا إحنا كلنا منتظرين الفترة دي أي خبر يخص حاجة في غزة، لأن هناك طبعا إحنا بنتكلم عن الإسلام وعن المسلمين والمسجد الأقصى وإخواتنا الأقباط والحاجات دي كلها، فأنا شايفة النصرة مقبلة. أولا دي مش مصرية صاحبة الرؤية، فدي رؤية عامة بتخص المسلمين، فأنا شايفة إن في نصرة كبيرة 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 جدا جدا هتحصل في وقت فعلا في مناسبة إسلامية، هيبقى في إعلان لأمر ما في خير ونصرة للإسلام بإذن الله تعالى، وفي الوقت ده هيكون في نصرة تانية لغزة بإذن الله تعالى في وقت مناسبة دينية إسلامية. والله أعلى وأعلم. ما شاء الله، رؤية مبشرة، رؤية جميلة، يا رب يعطينا خيرها عاجلا غير آجلا. كريستينا، رأيت أم الشيخ النابلسي المتوفية يهنئونها على تربية ابنها البار، دمعت عيناي عزباء أمي عايشة. ما شاء الله، رؤية جميلة جميلة جميلة. طبعا رؤية زي دي من الرؤى اللي بتدل على نصرة برضو في الدين الإسلامي. وعندك هنا التهنئة اللي اتذكرت، هي زي الرؤية اللي عدت كده، قلت لكم دي رؤية عامة، اهي رؤية تانية اهي بتأكد نفس الرؤية العامة. فبسم الله ما شاء الله، ربنا يا رب يصلح الحال للجميع وللأمة الإسلامية.